أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله تعالى الماكر، وهل هو من صفات الله عز وجل؟ لا لا، ما يؤخذ من هذا الفعل اسم، ما يؤخذ من ومكروا ومكر الله اسم قال الماكر، لكن يقال الله يمكر بمن يمكر به كما في الآية، يمكر بمن مكر به أو بعباده من باب المجازات والعدل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.